بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الانصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة انها قالت تعالى علي برسول الله في بعض الايام فقال السلام عليك يا فاطمة وقلت عليك السلام قال اني ادعو في بدني سوفا فقلت له اعوذ بالله يا ابدا من الزوف فقال يا فاطمة أوتيتني بالكساء يماني فغتيني به فأتيت بالكساء يماني فغتيت به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يبدأ كأنه بدر في ليلة تمامه وكماله وما قال إلا ساعة وإذا بولد الحسن فتقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عين وسمرة فؤاد فقال يا أمه إني أشم عندك راحية طيبة كأنها راحية جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فقبل الحسن نحو الكساء فقال السلام عليك يا جد يا رسول الله أتاذن من أنكنا أن أدخل معكما تحت الكساء قال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء وما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين فتقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك راحية طيبة كأنها راحية جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وقاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جد السلام عليك يا من اختاره الله أتأذنني أن أدخل معكما تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شعب أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا ابو الحسن ويا امير المؤمنين فقال يا فاطمه اني اشم عندك راحيه طيبه كانها راحيه حبيب ابن امي رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فاقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتاذنني أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أبي ويا وسيم وخليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله أتاذنني أكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا بنتي ويا بزادي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم صل على محمد ولما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيدينا إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل البيت وقاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلم ويحزنني ما يحزن أنا حرب لمن حارب ومسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم محب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم وجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم وأزهر عنهم الرزق وتأخرهم تأخيرا فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي
ඉනිමා කලත සමාම දියදන් වලාර්සන් මදියදන් වලා කම්රන් මුනීරන් වලා ශම්සන් මුසියදන් වලා ෆල්කයින් යදූර් වලා බහ්රින් යජ්රි වලා ෆල්කයින් යස්රි ඉල්ලා ෆී මහබ්බතේ හාවුලල් ඛම්සතිල් ලසීනා හුම් තහ්තල් කිසාය فقال امير جبريل يا رب ومن تحت الكسائي فقال عز وجل هم اهل البيت النبوه ومعدن الرساله هم فاطمه وعبوها وفعلها وبنوها فقال جبريل يا رب اتاز من احد بذا الارض ليكون مساودسا وقال له نعم قد علمت لك فهبت من جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي العلا يقرأ السلام ويقصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما قد سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مسية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أكل معكم فأرتازني يا رسول الله وقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أزنت لك فذكر جبريل ما أنا تحت الكساء وقال لي أبي إن الله قد آه إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال علي لأبي يا رسول الله أقرني ما لجلوس نماز تحت الكساء من الفجر عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله بعثني ربي نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر قبرنا هذا في محل محافل أهل الأرض وفي يوم الشية نوم الدين إلا ونزلت عليهم رحمة وحفت بهم ملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام زم الله فزنا وسعدنا وكذلك شجرنا رب الكعبة فقال برسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثك النبي واصطفاني برسالة النجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل محافل أهل الأرض وفيه يوم شيئتنا ومحبينا وفيه مهموم إلا فرد الله همه ولا مهموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب الحاجة إلا قضى الله حاجته فقال علي عليه السلام إذن الله فزنا وصعيدنا كذلك شيئتنا فازوا وصعيدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة صلى الله محمد تمام